لكل شخص صفة ومهنة وهوية ملك له، ولا يحق لأحد أن يأخذها أو يستخدمها، وأي فعل يترتب عليه هو استخدام صفة أو هوية شخص آخر تسمى انتحال شخصية، الأمر طبعا الذي يعاقب عليه القانون. إن انتحال الشخصية له أشكال متعددة، حيث يمكن انتحال شخصية رسمية أو مهنة ما أو حتى مؤسسة أحيانا. ومع انتشار الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي أصبح هناك أدوات جديدة لارتكاب هذا الفعل، فكيف عرف القانون الأردني انتحال الشخصية وما هي أشكاله وعقوبته؟ هذا ما سنناقشه اليوم مع المحامي الدكتور محمد الحراحشي. صباح الخير لك دكتور صباح محمد. النور. أهلا وسهلا فيك. يمكن القانون الأردني تعامل بشكل مباشر مع موضوع انتحال الشخصية أو حتى بعض الجرائم من هذا النوع، لكن هل تعتبر الجرائم عبر مواقع التواصل الإلكتروني من خلال انتحال بعض الشخصيات أو حتى المؤسسات؟ ورح نعرف يمكن شو معنى الانتحال ضمن قانون العقوبات الأردني أو لا؟ ابتداء يعني ممكن يعني نعرف يعني بشكل عام شو المتعارف عليه بانتحال الشخصية. انتحال الشخصية يتحقق عندما يقوم شخص يعني باتخاذ مظهر خادع، بيعطي انطباع للشخص مقابله انه هو شخص اخر، فبيكون هذا الشخص اللي اعطى الانطباع عن نفسه انه شخص اخر بنسميه منتحل الشخصية، والشخص الاخر الذي تم انتحال شخصيته، فبتولد مع انطباع لدى الشخص اللي مقابله اللي نسميه الغير حسن النية اللي اطمئن لهذا الوضع الظاهر انه بيتعامل مع هذا الشخص المنتحل لشخصيته. طبعا هنا انتحال الشخصية قد يكون له أهداف، ممكن الابتزاز، قد يكون الهدف من الحصول على أو استيلاء على أموال، قد يعني يسعى شخص معين من خلال انتحال شخصية شخص معين إلى الإساءة له ومن خلال التشهير فيه، أو ممكن يبين أنه إذا كان له مواقف أو أفكار أو مبادئ ثابتة أنه تغير أو تراجع عنها، وبالتالي هنا بيدخل من ضمن الجرائم اللي يعاقب عليها القانون. طبعا الأشخاص اللي بيقوموا بانتحال الشخصية دائما يعني بيكونوا على قدر من الذكاء، وبيسوا أحيانا ممكن لارتكاب جريمة من خلال انتحال شخصية مثلا رجل أمن، الناس تطمئن له لما بيدخل عنده على بيت الشخص اللي هو اقتنع أنه هذا رجل أمن بناء على ما انتحل من شخصيته، فممكن يقوم بعملية السرقة، وممكن بيعتدي على أعراض الناس، على أموالهم، على حرياتهم من خلال أنهم اطمأنوا له. نعم. فها هي يعني مفهوم انتحال الشخصية بشكل عام. طبعا تنطلي على كثير من الأشخاص، يعني انت لما يجي شخص وبينتحل شخصية وبيقنعوا في نفسه أنه هو شخص آخر. هنا المشرع تدخل فوضع يعني تجريم لهذه الأفعال ووضع عقوبات مناسبة لها. العقوبات قد تكون يعني مسؤولية جزائية ترتب عليه عقاب قرر المشرع بالسجن أو الغرامة أو بكلتا العقوبتين، أو قد يكون مسؤولية مدنية بأنه يكون في تعويض تعويض مدني. يعتمد على الضرر طبعا بالضرر، لأنه عندنا احنا المادة 49 من القانون المدني الأردني لما عرفت الحالة المدنية أنه أي تعدي على اسم الشخص أو لقبه أو كليهما يعطي للشخص الحق أن يطالب بوقف هذا التعدي ويطالب بالتعويض إذا لحقه ضرر من هذا التعدي، يعني موجود حماية قانونية كافية في التشريع. يعني من الواضح أنه يعني المشرع أعطى تفاصيل كافية فيما يخص يعني الأمور التقليدية لنقل أو الحالات التقليدية، ولكن عندما نتحدث عن الإنترنت وعن التطور التكنولوجي هنا بنتحدث عن شقين. أولا في انتحال مقصود أحيانا بيكون للشخصية أو المؤسسات أو حتى أحيانا صفات معينة أو مهن معينة، أو من الممكن أن تكون هي نابعة عن جهل، وكيف يتعامل الموضوع القانون أيضا مع هذا الموضوع، خاصة أنه أصبحنا نستسهل وضع ألقاب معينة عبر السوشيال ميديا. كلمة أخصائي بطلنا عارفين هو الأخصائي هو المتعلم بدرجة علمية معينة. المؤسسات هل هناك فعليا رقابة عليها أو غيرها، خاصة من مزودي خدمات معينة؟ فبالتالي إن كان بقصد أو من غير قصد، هل هناك قانون يحكم انتحال الشخصية عبر الإنترنت؟ يعني اسمحي لي قبل ما اشرح موضوع انتقال الشخصيه عبر الانترنت اوضح انه في كمان يعني تطبيقات كثيره لدينا في قانون العقوبات الاردني بتحمي يعني في حال انتحال شخصيه اي شخص. يعني ممكن عندنا ماده 201 و202 من قانون العقوبات الاردني، اذا انتحل شخص صفه موظف عام بوظيفه مدنيه او عسكريه او الظاهر انه موظف عام، وترتب على ذلك انه بمناسبه اداء هذا الموظف العام لعمله او وجوده في مكان معين بحكم عمله، عاقب المشرع على مثل هذه الأفعال.
حتى أنه نجد في قانون الأحوال المدنية أيضاً يعني معاقب الأشخاص اللي بيستخدموا دفتر العائلة أو البطاقة الأحوال المدنية لغيرهم، أو ممكن شخص بيعطي بطاقة الأحوال المدنية الخاصة به لشخص ثاني بيستعملها لغاية المنفعة. حتى أنه يعني وصلت يعني الحماية الجزائية أو الردع للأشخاص اللي هم ممكن ينتحلوا صفة موظفي الإحصاءات العامة، ممكن بالتعداد السكاني للحصول على معلومات طبعا معينة. لأنه موظف الإحصاءات العامة يستطيع يدخل أي بيت لغاية الحصول على بيانات، وأحيانا لما يكون في تعداد عام في المملكة ممكن يكلف عدد كبير من الموظفين. أي شخص بيدعي أنه هو من ضمن فريق التعداد العام للسكان أيضا يعني يعتبر، إذا ادعى أنه هو شخص مكلف بهذا الأمر أو موظف إدارة الإحصاءات العامة وضع له عقوبة جزائية أيضا. والأدلة السياحيين يعني بتعرف الدليل السياحي وتعامل مع السائح حتى تحمي السائح، ما بتعرض للتضليل، ما بتعرض لنوع من النصب أو الاحتيال، لأنه أصلا هنا إجا المشرع ومنع هاي الفئات إنها مثلا يعني تنتحل صفات معينة من الأشخاص اللي ممكن يعني بيخادعوا الناس وبيوصلوهم يعني لدرجة أنه يعني من خلال انتحال الشخصية يغرر بهم، ممكن يحصلهم مكاسب مالية أو يتعدوا على زي ما حكينا على حرماتهم. هل العقاب لوظيفة رسمية غير عن أي وظيفة عادية؟ طبعا العقاب إذا كان انتحال صفة موظف العام أو تظاهر أنه بصفة موظف عام تصل لحد يعني من يعني 3 أشهر لثلاث سنوات سجن وفي غرامة مالية. لكن إذا ارتدى زي الرسمي لهذا الموظف، إذا ارتدى زي موظف ضابط الجمارك أو ضابط الأمن العام، بصير طرف مشدد بنسميها، لا تقل العقوبة عن 2 سنين في هذه الحالة. نعم. هذا بشكل عام بشكل كلاسيكي هذا هو الحماية التقليدية في القوانين يعني قبل ظهور الإنترنت بالنسبة لما يتعلق بانتحال الشخصية في القوانين الجزائية الأردنية. فبالتالي يعني كل هذه الظروف التي عالجها القانون يعني هي شكل أو بآخر تعالج الظروف التي يعيشها الكثير من الناس أو القضايا التي من الممكن تعرض لها الكثير من الناس. خطورة وجود الإنترنت الآن، سهولة وصول كثير من الأشخاص بأشكال مختلفة وبمهن مختلفة وبأسماء مختلفة أحيانا حتى على شكل مؤسسات، هل بيكون التعامل معها بنفس القوة بنفس العقوبات الرادعة؟ هل بيكون في مراقبة لهذا الموضوع وخطورة وصول بعض الأشخاص بهاي الصفات أو من خلال هاي المؤسسات أو المهن حتى؟ طبعا هو القانون وليد حاجات المجتمع ودائما بيواكب التطور الاقتصادي والاجتماعي والتكنولوجي. طبعا بالنسبة لموضوع الجرائم الإلكترونية هي جرائم مستحدثة، وبالتالي المشرع يعني راعى هذا التطور. وعندنا احنا مبدا في القانون الجزائي هو مبدا الشرعيه، لا جريمه ولا عقوبه الا بنص، يعني لا يجوز ان تجرم فعل ما لم يجرمه المشرع، ولا يجوز ان تعاقب عليه الا وضع له العقوبه المناسبه للمشرع. وبالتالي هنا ظهر عندنا في عام 2015 قانون حديث اللي هو قانون الجرائم الالكترونيه، وعالج بشكل خاص موضوع انتحال الشخصيه او انتحال الصفه. لانه حاليا يعني من يعني اصبح كثير من الناس اللي هم بيحبوا الشهره او الاشخاص اللي بيسعوا للابتزاز او ممكن بيدخلوا عمليه الاحتيال، طبعا يرتبط كثير احيانا استخدام انتحال الصفه او الشخصيه بالاحتيال، حتى انه يعتبر جريمه من جرائم الاحتيال انت اتخاذ اسم كاذب او صفه غير صحيحه، يعتبر احتيال اذا كان يعني ترتب على استيلاء على اموال. مثل ماذا الصفات غير الصحيحه؟ مثلا ممكن شخص بيقول عنه مثلا انه تاجر، ممكن يدعي انه وجيه، ممكن يدعي انه شخص مثلا رجل دين، حتى انه يعني كلمة مستشار مثلا او مستشار، حتى كلمة مستشار هل هناك ضوابط تحكمها؟ لانه من الممكن ان يكون مستشار بامر معين وفعليا يقدم هاي الخدمة ويكون في كارثة من وراء هاي الاستشارة مثلا. طبعا هو احنا نحكي دائما بالبداية الوعي المواطن هو الاساس، يعني يكون دائما الوعي هو الوسيلة الوقائية للتحدي وللتصدي لمثل هذه الأعمال. يعني ممكن الشخص مثلا لما يجي الواحد مستشار لازم هو بفطنته بذكائه بقراءته لما يذكره يتأكد أنه فعلا مطلع على هذا الموضوع متمكن منه، هل هو يعني مزاول لهذا العمل مع رخصة مثلا مستشار قانوني، هل هو محامي وماخذ شهادة مزاولة أو إجازة مزاولة من نقابة المحامين، طبيب برضو يأخذ إجازة مزاولة. لما يقول أحد أن شخصه انه مستشار طبي، طيب ايه وين مزاولته؟ لازم او اخصائي علاج بالضبط او اخصائي علاج طبيعي، كله احنا عندنا قوانين، في عندنا قانون رخصه مهن وقوانين للمزاوله لكل المهن تحكمها القوانين الاردنيه. طبعا ممكن اذا الشخص مثلا تعرض عن طريق يعني عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي الى حاله من التزييف يعني لاسمه او لصفه غير موجوده يعني او انتحال صفته او انتحال اسمه،
هنا يعني في يعني وسائل حمايه بقانون الجرائم الالكترونيه، منه يقدر يعني يبني يعني يروح لوحده الجرائم الالكترونيه يقدم شكوى لمركز امني. احيانا ممكن نفسها مواقع التواصل الاجتماعي تويتر فيسبوك يعني فيها ضوابط وحتى انها وسائل توعيه، انه انت اذا تعرضت لحاله من حالات الانتحال لشخصيتك او صفتك تستطيع انك انت تزود هذا الموقع باسمك بطاقتك الشخصيه بالبيانات اذا كنت قدمت شكوى رسميه تقدمها. فممكن انه انت حاليا اذا انت شكيت في اي موقع بامكانك انت تلجا، لكن القانون هو ياتي في النهايه يعني في حال انه شخص وقع يعني ضحيه. هنا المشرع بيعالج انه بالنسبه للشخص اللي وقع الضحيه له تعويض مدني لما تعرض له من إساءة حسب ما هو منصوص عليه في القانون المدني الأردني، أنه كل ضرر يلحق بالغير. يعني هون بالنهاية كل قضية بقضيتها بده يكون بالضبط التعامل معها حسب ظروف القضية وحسب نوع الضرر، وبالتالي حسب إيش القوانين اللي ممكن أنها تتناسب مع هذه القضية أو اللي تم اختراقها بشكل أو يعني الشخص المنتحل ممكن على عقوبة جزائية تتمثل بالسجن والغرامة حسب ما هو وارد بالنسبة للانتحال الشخصية حسب او انتحال الموقع الالكتروني او دخول على نظام المعلومات وفق المواد 3 و4 من قانون الجرائم الالكترونيه. يعني موجود فيها انه الشخص لما يدخل دخول غير مشروع لاي نظام معلومات او موقع الكتروني وما بيكون ماخذ رخصه من صاحب هذا الموقع، وممكن هنا يعني بيدخل في برامج اللي هي يعني ممكن بيستدرج بعض الاشخاص يسموها الهندسه الاجتماعيه، ولما بيستدرج هذا الشخص يعني ممكن انه يعني من خلال استدراج بودي له رابط، بدخل على هذا الرابط وانا باخذ كل يعني البيانات الشخصيه. يعني ندخل ايضا في دائره جديده اللي هي دائره الاختراق ايضا طبعا الهاكرز الموجود استخدام برامج. نعم صحيح، يعني اكيد بدها يكون في لها بوابات كثيره ويمكن الانتحال هي واحده من هذه البوابات. بدي اشكر وجودك معنا اليوم دكتور محمد الحرحشي المحامي، اهلا وسهلا فيك. تسلم وتسلم، حياكم الله.